بعد إذن حضراتكم ناخد معانا على التليفون دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا 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 يا فندم. أهلا بحضرتك يوسف بيه، متشكر جدا على الاستضافة الكريمة وتحياتي واحترامي للمشاهدين الكرام. لا يا فندم، ده احنا سعداء جدا ومتشرفين بالاستضافة عبر التليفون، إلى أن نلتقي في يوم من الأيام إما في مكتبكم العامر اللي غالبا هيبقى هناك في الحي الحكومي بقى في العاصمة الجديدة. ربنا يخليك يا دكتور. يمكن النهاردة كان مؤتمر كبير جدا ضخم جدا هام جدا، من خلاله تم إطلاق منصة مصر الرقمية بخير بإذن الله والعديد من المشروعات، ومهم ان احنا نفهم اكتر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد اهمية المشروعات اللي تم اطلاقها وافتتاحها النهاردة مع سيادة الرئيس. بالفعل يا فندم، يعني النهاردة يوم اعتبره يوم مهم جدا في يعني قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. السيد رئيس الجمهورية تفضل بتشريف يعني الحدث اللي اقامته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح 20 مشروع. هذه المشروعات تنقسم إلى مجموعة محاور هي تمثل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهم مستهدفاتها. أول يعني هدف، يمكن أنا حاولت أشرح هذا في يعني كلمتي الصبحية أمام سيادة فخامة الرئيس. أول هدف لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تتعاون مع باقي جهات الدولة في أنها تقدم للمواطن المصري خدمات ميسرة سهلة محوكمة يتحصل عليها بشكل سهل وكريم يليق بمواطنينا. فبدأنا يعني منظومة ضخمة جدا لربط قواعد بيانات الحكومة المصرية ببعض، إقامة مراكز بيانات عملاقة، إقامة شبكة مغلقة ل 33 ألف مبنى حكومي، إقامة منظومة رقمية لتبادل البيانات بين جهات الدولة وبعضها اللي بنسميه المحول الرقمي، ثم منصة لتقديم هذه الخدمات. المنصة بتتيح النهاردة حوالي 138 خدمة. الخدمات اللي كان المواطن يعني يضطر إلى أنه يقف في طوابير ويتوجه مرة واثنين وثلاثة لجهة حكومية لكي يتلقاها، أصبح النهاردة ممكن يتلقاها من خلال المنصة، من خلال مكتب البريد، من خلال اتصال تليفوني. فالحقيقة دي يعني بنعتبرها نقلة نوعية في قدرة الدولة على أن تقدم خدمات للمواطن تليق به وتيسر عليه يعني هذا الامر المهم. انا عايز اجدد رخصه سيارتي مثلا، عايز اقدم على بطاقه تموين او اضيف فرد في اسرتي في بطاقه تموين او اتعرف على معاشي او الى اخره. كل هذه الخدمات استطيع، او اقدم على رخصه مزرعه دواجن، او يعني مجموعه ضخمه من الخدمات زي ما قلت سيادتك، اعمل توكيل. يعني انا بقى انا بقول الخدمات اللي هي يمكن عدد كبير من المواطنين يعني بيحتاج الى تلقيها. كل هذا يمكن ان يتم من خلال منصه مصر الرقميه. ده كان اول شق في يعني حدث اليوم، زي ما قلت لسيادتك مرتبط باول هدف من اهداف وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهدف الثاني هو تقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية واستمرارية وثبات. دي الحقيقة تنقسم إلى قسمين. يعني إحنا في مصر يعني مصر دولة من أكبر دول العالم كممر للبيانات، وأكثر من 90% من البيانات التي يعني تنقل ما بين قارتي آسيا وأوروبا تنقل من خلال الأراضي والبحار المصرية. لذا كان لابد أن احنا يعني نثبت هذا المركز الاستراتيجي اللي ربنا حبانا به من خلال موقعنا الجغرافي المتفرد. بدأنا بتدعيم البنية المعلوماتية اللي بتمرر هذه الكابلات، هذه البيانات آسف، لكي يعني نتيح خدمات انترنت ثابته ومستقره للدول اللي بتعتمد علينا في هذا في هذه الخدمه. كان لدينا مسارات داخل الاراضي المصريه اللي بتمر من خلال هذه البيانات. في خلال ال 20 30 سنه الماضيه انشانا ست مسارات بطول 2700 كيلومتر. في العامين الماضيين فقط انشانا خمس مسارات جديده بطول 2650 كيلومتر. يعني ما انشئ في 20 سنه او اكثر انشئ في عامين مثله.
حلو جدا جدا، باستثمارات هي ضخمه قدرها مليار و100 مليون جنيه. كان لدينا 9 محطات انزال تستقبل مليار و100 مليون، مليار و100 مليون جنيه. كان لدينا 6 محطات انزال بنيت في خلال 20 سنه، بنينا 3 محطات انزال جديده في السنتين الاخرى. الافتتاح الثاني في هذا السياق كان يعني نقله من كون مصر دوله تمرر البيانات الدوليه الى دوله تستضيف هذه البيانات لديها وتضفي عليها قيمه. بالتالي انشانا مركز بيانات تجاري ضخم في القريه الذكيه، شركه مصريه للاتصالات انشاته لكي يستضيف هذه البيانات. ان شاء الله الكلفه الاجماليه لهذا المركز بعد اتمامه 2.4 مليار جنيه. حلو جدا جدا جدا. ده الحقيقه كان مجموعه من الافتتاحات، محطات الانزال الجديده 3 محطات انزال و مركز البيانات. انتقلت بعد هذا الى الحديث عن البنيه التحتيه المحليه، عدد الابراج التي ننشئها كل عام تضاعف. كنا بننشئ 1200 برج، اصبحنا بننشئ السنه اللي فاتت انشانا 2300 برج، يعني ضعف ما انشئ قبل ذلك. السنه دي ان شاء الله هننشئ 2800 برج علشان نحسن من خدمات المحمول ومن انتشار هذه الخدمات ومناطق التغطيه. ايضا تحدثت عن الانترنت الثابت وكيف كانت مصر في المركز رقم 40 على مستوى افريقيا من 43 دوله، النهارده مصر في المركز الاول منذ بدايه عام 2022. متوسط السرعه كان 5.6 ميجابت ثانيه، قفز الى 41 ميجابت ثانيه. فالحقيقه كل ده بينعكس طبعا على اداء الخدمه ومستواها. ايضا تحدثت عن المكاتب البريد، كيف يعني طورنا في خلال 3 أعوام 3370 مكتب من جملة 4000 مكتب من مكاتب البريد. أنشأنا مكاتب جديدة 200 مكتب جديد، أنشأنا مكاتب متحركة للدفع بها في أماكن تشهد الزحمة الموسمية. ثم تحدثت عن مجموعة من المكاتب الأثرية التي لها طبيعة معمارية وتاريخية متفردة، يعني نستعيد أوراقها ونحافظ على قيمتها التاريخية ونعيد افتتاحها. من ضمن هذه الأماكن هو مبنى البريد التاريخي في ميدان العتبة بالقاهرة. ده المبنى الأشهر، ده اللي من بالزبط. عنده بتتحسب المسافات من القاهرة لبقية المحافظات. بالضبط يا فندم، ده بالضبط يعني معلومة دقيقة، ده من عنده المسافات بتتحسب عندها. لما حضرتك تكون في أي طريق سفر داخل مصر يقول لك القاهرة 90 كيلو، هي بتقاس من قبة مبنى البريد بالعتبة. كان داخل مبنى البريد بالعتبة متحف يعني افتتح سنة 1940 في قاعتين. طورنا المبنى وزودنا عدد القاعات من قاعتين إلى 13 قاعة، استخرجنا قطع أثرية كانت يعني مهملة في مخازن، أصلحنا الساعة التاريخية الأيقونية الموجودة في صدر المبنى. و يعني السيد الرئيس تفضل بافتتاح المتحف بعد تطويره. انتقلنا بعد هذا الى يعني الهدف الثالث من اهداف استراتيجيه الوزاره، وهو دعم شبابنا ومساندته في رفع كفاءته المهاريه لكي ينافس في سوق العمل المحلي والدولي بكفاءه وفعاليه من خلال دورات تدريبيه متعدده تناسب كل أطياف شبابنا، وأيضا دعم رعاية الإبداع والفكر الابتكاري لدى رواد الأعمال من خلال مراكز إبداع. الدعم في رعاية الإبداع يا فندم له سلسلة من الخطوات، من أول ما يسمى بمعسكرات العصف الفكري التي تنتج فيها هذه الأفكار، ثم تحتاج إلى تنقية وتدريب ويعني تعميق، إلى أن تصل إلى عقد لقاءات للمستثمرين مع شركات يعني رواد الاعمال في هذه الشركات لكي يستثمروا فيها. دوره كان لابد ان احنا نوجد مراكز تقدم
هذا الدعم لشبابنا. فبدأنا بفكرة مراكز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا، وقررنا أن يكون لدى كل محافظة من محافظاتنا مركز من مراكز الإبداع هذه، لكي يتمكن شباب مصري في كل محافظات الجمهورية من الذي لديه أفكار ويريد أن يحولها إلى شركات ويعمل في مجالات رعاية الإبداع أن يتوجه إلى مراكز إبداع مصر الرقمية، وهناك سيتلقى تدريبا، يتلقى احتضان، يتلقى استضافة في مسرعات الأعمال وهكذا. لما بدأنا الحقيقة قررنا أن نبدأ بالصعب، قررنا أن نبدأ بمحافظات الصعيد، فأقمنا مراكز في أسوان وقنا وسوهاج والمنيا، 4 من 8 في الصعيد. ثم أقمنا في وجه بحري في المنصورة وفي المنوفية، ثم أقمنا في الإسماعيلية لمحافظات القنال، ودول 7 مراكز تفضل السيد الرئيس اليوم أيضا بافتتاح. المركز الثامن هي له سمة متميزة، لذا يعني أبقيته لحديث منفرد، لأنه إحنا بدأنا في استراتيجية لاستعادة بعض المباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية المتميزة، وترميمها واستعادة يعني هذه القيمة وهذا الرونق والأبهة المعمارية والعمق التاريخي، وإعادة توظيفها لكي تصبح مركزا للإبداع الرقمي. لدينا أكثر من مشروع في هذا السياق، أولها كان قصر السلطان حسين كامل في مصر الجديدة، واحد من أروع يعني الموجودة في القاهرة، أنشئ سنة 1908 ويجمع بين الطراز الإسلامي الحديث والطراز عصر النهضة الأوروبية. الحقيقة يعني قصر متفرد في رونقه وروعته، الحمد لله يعني رمم القصر بشكل علمي دقيق، استعدنا كل عنصر من عناصره الجمالية، ثم فتحناه لشبابنا لكي يعني يتدربوا فيه، يتلقوا فيه تدريبا ويتلقوا فيه دعم لرعاية الإبداع. فهذا هو مركز قصر السلطان حسين كامل لرعاية الإبداع من ضمن مراكز إبداع مصر الرقمية. وعندنا كمان المدارس يا دكتور، مش عايزين ننساها. لسه كنت جاي بقى فندم، لسه كنت جاي. ده دي حلوه قوي يعني. ده ايضا واحد من اهم المشروعات اللي بعتز بيها، لانه ايضا نقله نوعيه يا فندم، ان احنا الفكره مش افتتاح مدرسه، الفكره ان احنا نعيد صياغه الصوره النمطيه للتقني في مصر. لكي نتحدث عن شباب متفوق جدا في دراسته الاعداديه، ولكن قرر أن يلتحق بمدارس تكنولوجية في المرحلة الثانوية. شباب طموح، جاد، متفوق، نابه، رائع الحقيقة. واستعرضنا نماذج منهم، 3 نماذج وضاء، فتاتان وفتى يعني أفخر بأنهم من أبناء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يدرسون في مدارس وبالتكنولوجيا التطبيقية. يعني أنشأنا 6 مدارس في القاهرة والجيزة والسويس والمنيا والمنصورة، 6 مدارس موزعة في أنحاء الجمهورية لتلقي شبابنا النابه الذين يرغبون في تعليما تكنولوجيا رفيع المستوى، ثم يدخلون في سوق العمل بعد حصولهم على الثانوية. أيضا تفضل السيد الرئيس بافتتاح هذه المدارس. ويبقى برضو إذا كان حد فيهم عاوز يكمل بعد كده تعليمه الجامعي في الكليات التقنية وفي الجامعة التكنولوجية يقدر يكمل. هو دي نقطة مهمة جدا يا فندم، إنه التعليم أصبح مساره مرن، بمعنى إن أنا فكرة إن أنا أدخل من أولى ابتدائي حتى أحصل على الليسانس أو البكالوريوس في مسار متصل، يعني لم يعد هذا هو الاتجاه في العالم كله. صحيح. وكلنا لما بنسافر ساعات بنلتقي بنماذج من الشباب يقول لك والله انا كنت بدرس بس توقفت سنه بشتغل وبعدين هرجع اكمل دراسه، توقفت سنتين وبعدين هكمل دراسه، فمش معنى ان انا يعني دخلت سوق العمل ان انا لا استطيع ان اعود تاني الى
الدراسة. هذا هو المرونة دي أصبحت موجودة يعني، ومهم جدا أن نوفرها ونتيح. فطبعا هو يستطيع ان هو يتخرج من المدرسه التطبيقيه ويلتحق بجامعه بعد ما يتخرج، او يعمل او يعني يسلك المسلكين بشكل متزامن، يشتغل ويكمل في جامعته. يعني المساله مرنه، وده اللي شبابنا الحقيقه ادركه، وده اللي لان كان هدف اساسي لدخول مدارس المصريه للاتصالات او مدارس ويد للتكنولوجيا التطبيقيه التفوق. نحن لا نقبل إلا الطلبة المتفوقين، لأنه إذا كنا هنغير من الصورة النمطية للتقني لابد أن نستهدف شريحة من الطلبة الشباب النابه المتفوق الطموح الجاد. طبعا طبعا طبعا، في يوم من الأيام هيبقى في عندنا MIT بتاعت مصر، هيبقى في عندنا المعهد الفيدرالي السويسري بتاع التكنولوجيا، يعني انا متاكد انه ده هيحصل. طب احنا كده عمليا يا معالي الوزير اصبح في عندي في مصر من البنيه الاساسيه ومن البنيه التكنولوجيه والتعليم التقني ما يسمح لي ان انا ان شاء الله ابقى في الطليعه باذن الله. طبعا البناء القدرات امر يحتاج دائما الى وقت، وبناء الخبرات لا يتأتى في يوم، وإنما هي مسألة تراكمية، ويعني تتراتب المراحل فيها وتتساند. فإحنا بدأنا بمسار تدريبي متكامل. أنا عندي مبادرات استعرضتها اليوم في حديثي، من أول إعدادي لحد اللي عايز ياخد ماجستير ودكتوراه من جامعة مصر للمعلومات. أيوه. فالمسار التدريبي المتكامل ده الهدف منه أن أتيح فرصة تدريب لكل من يرغب في الالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علما بأنه تكلفة المسار ده تكلفة عالية ضخمة يعني جدا يا فندم. يعني احنا كنا من 3 سنين موازنة التدريب في وزارة الاتصالات كانت 50 مليون جنيه. السنة المالية اللي انتهت من أيام في يونيو الماضي الموازنة 1.1 مليار جنيه. احنا ضاعفنا موازنه التدريب في وزاره الاتصالات 22 ضعف في 3 سنين. هل الطلبه عدد المتدربين 50 ضعف؟ هل الطالب بيتحمل نسبه معينه والوزاره تتحمل؟ لا يا فندم، مفيش. لا لا، احنا كل هذه المبادرات تتحملها الوزاره بالكامل. بعض المبادرات يعني تستلزم اقامه، زي مثلا مبادره بنات مصر الرقميه. بنستقدم بناتنا واولادنا من مختلف المحافظات الى القاهره ويقيموا على نفقه الوزاره في يعني القاهره، وده امر في منتهى الاهميه. ليه؟ لاننا لما حين اطلق مبادره لابد ان اطلقها الى كل شباب المصري. صحيح. دون تمييز بين محافظه او بين اقليم واخر. فعشان اقدر اتيح مبادره زي دي لكل الشباب المصري كان لابد ان انا اجهز مكان للاقامه في القاهره، حتى اشجع لا سيما الفتيات، اشجعهم ان يعني ينتقلوا الى القاهره لكي يلتحقوا بالدراسه. ده حلو جدا جدا جدا. طب يمكن الريس في مجمل كلامه، مش بس النهارده وفي اكثر من موضع، يتحدث دائما انه يا جماعه في الاعلام عرفوا الناس كل حاجه، اطلعوهم على كل شيء، عرفوهم الحقائق طول الوقت. ويمكن ملاحظ انه خلال الايام الاخيره اصبح في عندنا هاشتاج احتوى على اكثر من 1.5 مليون تويته، وده رقم تاريخي، انترنت بلا حدود. وهنا أنا هيبقى مهم عندي إن احنا نعرف من معالي الوزير دكتور عمرو طلعت مسألة إمكانية إنترنت بلا حدود، علما بأنه أنا قادر أتفهم جدا أنه لازم يبقى في عدالة في توزيع أي خدمة في الدنيا. اللي بيدفع مبلغ بياخد خدمة، اللي بيدفع مبلغ أعلى شوية ياخد خدمة قد تكون فيها اختلاف. لكن مسألة إنترنت بلا حدود يا دكتور عمرو، إيه مستقبلها في مصر؟ هل لدينا في دول الجوار أو دول العالم ما نستطيع إطلاق عليه إنترنت بلا حدود بنفس ذات القيمة السعرية؟ هو فندم زي ما ستك تفضلت، يعني أي خدمة لها مقابل، لأن أي خدمة لها كلفة. فلا يمكن أنه يعني ليس من العدل أن أتيح الخدمة بكثافات مختلفة يعني في أوقات مختلفة
مختلفة وبمعدلات مختلفة دون أن ينعكس هذا على السعر، لأنه هذا أيضا يترتب عليه كلفة، فده كويس. أمر طبيعي. طيب. ده يعني مسألة موجودة في دول كثيرة يعني. أنا بسأل على ده ليه؟ لأنه دايما الناس تتهم الإعلام بأنه يا جماعة أنتم ما بتقولوش كل حاجة، فإحنا بنسأل أهو قدام الناس، يعني جلسات الحوار الوطني بتتذاع هوا، فما يجراش أنه يبقى في ناس قاعدة مشغولة لدرجة 1.5 مليون تويتة بموضوع وما نجاوبش عليهم. طب هنا يجي السؤال دكتور عمرو، بالبنية التكنولوجية اللي موجودة عندنا وبالبنية التحتية اللي اتعملت في مصر، لماذا لا يتاح الإنترنت بلا حدود مع تحديد التكلفة بتاعته على المواطن أو على المستخدم بمعنى أدق؟ لأنه يعني ساعتها هضطر أن أنا أرفع الكلفة لكي، لأنه هيبقى بلا حدود، فأنا هضع حسابي أنها تبقى كلفة عالية جدا، فهذا ليس عدل لمن لن يستخدمها. كويس. كل واحد يدفع بقدر ما يستخدم زي أي مرفق آخر. طب ما أنا أقول أن أنا عندي إنترنت بلا حدود ودي هتبقى تكلفته كذا لمن يريد، وإنترنت بحدود تانية وده اللي قائم دلوقتي وده تكلفته كذا. يبقى أنا أحسن أبقى عارف أنا هدفع كام وأدفع بقدر استهلاكي، لأنه أنا لو قلت بلا حدود معناه أن أنا هحملك كلفة آخذا في اعتباري أن الاستخدام سيكون بشكل ضخم. ولكن حتى يعني ده هناك ما يسمى سياسة الاستخدام العادل، يعني ما فيش حاجة بلا حدود كده بشكل مطلق، يعني هو دايما هناك سياسة الاستخدام العادل، بمعنى أنه إذا يعني حدثت مبالغة فيه أيضا هذا ينعكس على في مسألة العدالة بشكل عام. ممكن يبقى جاي يوسف يقول طب والله يا فندم أنا مستعد أدفع تكلفة اشتراك في إنترنت بلا حدود، أنا رجل نمط حياتي شغلي عملي لا يتحمل إنه يبقى في حد معين، وبالتالي هو أنا عاوز إنترنت مفتوح. إن أنا يعني إن أنا باقات بتصل إلى رقم ضخم جدا في التحميل، ويمكن زيادته ويمكن تجديده إذا نفذ، فيعني الباقات الحالية يعني لا تعيق أحد من إنه يستخدم الإنترنت على النحو الذي يراه. ما هو ده اللي بيقعد يشغل بالي. طب إذا كان الأمر كذلك، تعتقد لا دكتور الناس مشغولة بده لدرجة 1.5 مليون تويتة، يعني مفيش حد أصبح ما بيتكلمش على المسألة؟ يعني طبعا يعني حاجة الإيجابي فيها أن الناس تعتبر هذه خدمة مهمة ومشغولة بيها ويعني مهتمة بيها، هذا أمر إيجابي. أو أنه عندهم طموح مبني على اللي عملته الوزارة واللي عملته الدولة في البنية الأساسية التكنولوجية في مصر، فمستنيين ما هو أعلى أو أكثر، يعني سقف الطموحات بيعلى دايما. تركيزنا يا فندم كما يعني حاولت أن أوضح اليوم، تركيزنا هو أن نحقق العدالة الرقمية بإذن الله، أن نتيح هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين. خليتونا نطمح جامد يا دكتور، فاحنا دايما طلباتنا بتزيد. احنا فنن تحت امر المواطن ودايما نسعى لخدمته. احنا تحدثت اليوم عن مشروعات للتوسع في الانترنت، ما انفق 40 مليار جنيه ما سينفق 65 مليار جنيه باذن لكي الله لكي نطور من هذه الخدمه سواء في المدن او في القرى. يعني احنا مشروع حياه كريمه يتضمن توصيل الانترنت الثابت لكل منزل في كل قريه بإذن الله يوصل للكل. أنا بشكرك جدا يا دكتور، طولت على حضرتك، ألف 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 شكر، شرفتنا بالمكالمة. دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.